السؤال المهم اللي حضراتكم كلكم بتطرحوه هو كان في مؤامرة في الأسبوع الرابع على الأهلي، أو كان هناك مجاملة للزمالك، أو كان في مؤامرة على بعض الفرق زي ما قال فرج عامر إن الحكم كان بيحرس نادي سيراميكا كليوباترا وذبح نادي سموحة، أو كان هناك مؤامرة على نادي إنبي زي ما قال الكابتن عبد الناصر محمد كلام مش عايز أقوله على الهوا، هو قال كده مش عايز أقوله على الهوا ولكن سأقوله في الغرف المغلقة. هو في إيه؟ هو الكابتن وجيه أحمد نايم على ودانه ولا إيه؟ هو الأهلي ليه ما تحسبلهوش ضربة جزاء في وجود الفار أمام وادي دجلة؟ وليه ما خدش حقه على الرغم إن ضربة الجزاء واضحة وضوح الشمس في الوقت اللي انقلبت فيه الآية، وخرج بعض الإعلاميين الموتورين المعتوهين وقالوا إن وادي دجلة هو اللي ليه ضربة جزاء، وهذا كلام عاري تماما من الصحة. وادي دجلة لم يكن له أي ضربات جزاء، الأهلي حرم من ضربة جزاء صحيحة أضاعت منه نقطتين، وهذا وارد في كرة القدم، ولكنه اتظلم وحرم من النقطة رقم 12 وأخذ نقطة واحدة بالتعادل وأصبح 10 نقاط. النهاردة إنبي محمد الصباحي ذبح إنبي وحرمه من ضربة جزاء صحيحة قام بتنفيذها بدقة إمام عاشور، وكان يستحق عليها كرت الأصفر، ومع ذلك إنبي لم يأخذ حقه وحرم من ضربة جزاء كانت كفيلة أن تقلب مجريات المباراة. طيب ليه ده كله بيحصل؟ وهل بالفعل في مؤامرة كانت على الأهلي؟ وهل في مؤامرة كانت على سموحة؟ وهل في مؤامرة كانت على إنبي؟ وهل في مجاملة كانت لسيراميكا كيلوباترا؟ وهل في مجاملة كانت للزمالك؟ كلام مهم ليس للأهلي والزمالك فقط، وإنما عن التحكيم بصفة عامة في هذا الأسبوع الرابع. أنتوا عارفين إن في راحة أسبوع، ولكن لابد أن نتحدث في هذا الأمر. ناس زعلانة، إحنا هنقول كلمة الحق، واللي مش عاجبه يشرب من البحر. الأهلي كان ليه ضربة جزاء صحيحة ووقت ضائع، أحمد الغندور أكله أحمد الغندور أكله. عمنا المحترم الصحفي الكبير عم أحمد طه كتب بيقول: يا أحمد يا غندور، نمت إزاي بضمير مستريح وأنت حارم وادي دجلة من حقه؟ فردوا عليه الأهلاوية وقالوا له: يا عم أحمد حرام عليك، عم أحمد ده من كبار الصحفيين وعمنا في الإعلام وراجل جميل، حتى لما بينكش مقبول كلامه لأنه راجل محترم. يا عم أحمد حرام عليك، هو أنت ما شفتش ضربة الجزاء بتاعت الأهلي ولا إيه؟ ولا أنت مش مصدق الاستوديوهات التحليلية وخبراء التحكيم؟ طب يا عم أحمد، طب الوقت الضايع راح فين؟ ونجيبه منين؟ ومين يسمع ندى الأهلاوية؟ قالوا له كده. طيب ماشي، أنت اتكلمت امبارح وهللت أنت وناس كتيرة جدا على الأهلي، وهفلت عشان الأهلي ضاع منه نقطتين في مباراة الأهلي لم يتعادل فيها مع وادي دجلة، وإنما تعادل مع أوسة محمد عبد المنصف صاحب ال 45 سنة، وكان الأهلي يستحق أن يخرج 5-0 لو ما فيش محمد عبد المنصف. دي حقيقة. طب يا ترى يا عم أحمد، يا طه، يا جميل، يا حبيبي، هتكتب إيه النهاردة؟ وأنت عارفني أنا مش بتاع ألوان، ولا عارفني بتاع يمين ولا بتاع شمال، هتكتب ايه النهارده؟ ضربة جزاء انبي يا ترى هتقول عليها ايه؟ وحلمك ولا حبيبك وكلمة الحق، لا بتعرف اهلي ولا بتعرف زمالك. انه اسبوع الفضايح التحكيمية، انه اسبوع العار التحكيمي يا كابتن وجيه يا احمد، انه اسبوع التحكيم السيء، انه اسبوع العار، اسبوع الخزي، اسبوع من أسوأ ما شفته للتحكيم المصري سواء كان في الملعب أو عبر الفار، لدرجة إن الناس بتتكلم هو الزمالك بيدفع له فلوس في التعاقدات وبتتسدد ديونه، والفلوس اللي سرقها الزلنطحي الدولة قاعدة تدفع فيها، وكمان هيبقى في مجاملة تحكيمية. كلام، أنا بقول لكم الأسئلة، أنتوا عارفين أنا راجل بتاع إعلامي بتاع شارع،
انا راجل بتاع شارع مش بتاع اونطه، لا انا بتاع شارع اللي بيقولوا الناس انا بقوله، لا بجمل الصوره ولا ليا دعوه. كلام مهم، مش عايز اقول تحكيم زباله زي ما صديقنا المحترم عزت قاسم بيقول، ولا عايز اقول تحكيم فاجر زي ما ناس كتيره بتقول، ولكن عايز اقول واحنا بننتقد التحكيم لازم نعرف انه يوم لك ويوم عليك، ولا عايز اقول وجيه بكابورت زي ما قال علي مسعود لانه الراجل راجل محترم وفاضل وما ينفعش نقول عليه الكلام ده، ولا عايز اقول ان الفار شخرم بخرم. وده بينتصر لاحمد مجاهد اللي قال ان الفار ملوش اي لازمه لان الاجهزه بتاعته تعبانه والجركه المتعاقده ما كملتش باقي التعاقد وكانت بتهبش ملايين على الفاضي. وعشان كده الناس اللي كانت بتهاجم احمد مجاهد النهارده طلع كلام احمد مجاهد صح، في قصور كبير في الفار وفي فجر تحكيمي وفي اساءه. تحس ان الفار كلت القطه، تحس ان الفار كلت القطه، مش عارفين له قلبه ولا عارفين له عدله. والحكام حكم زي الصباحي يكلم الفار يقول له ما تكلمنيش وسيبني على هوايا، وحكم زي احمد الغندور يروح للفار للي على مزاجه، وحكم زي محمد عادل ياخد برأي الفار في كل حاجة، وحكم تاني ما يعبرش الفار في أي حاجة. يا جماعة، هو انتوا واخدين دورات ولا واخدين بكابورتات؟ أنا آسف في اللفظ يعني. هو انتوا مهيئين ولا انتوا موقوسين؟ هو انتوا فاهمين ولا انتوا جاهلين وأغبياء وعاملين علينا فاهمين؟ انتوا ايه بالظبط؟ ما هو لازم ده أقوى دوري للكرة المصرية من أكتر من 10 سنين، من قبل الثورة، من 2010، ده أقوى دوري، دوري 2021. اللي ما كانش فيه تحكيم يقظ يا وجيه يا أحمد ارحل ومع السلامة. أيوه تحكيمك فاجر ونايم، وناس كتير اتظلمت، وناس كتير اتضرت، وناس كتير اتبهدلت، وناس كتير جدا لازم تتحاسب. ولازم احنا بنتفرج على شاشة نلاقي حكم بيحترم الفار وحكم ما بيحترمش الفار. ورئيس الاتحاد نفسه احمد مجاهد ما لك يا عبد الناصر خلي بالك ان الفار في قصور، والراجل اعترف وقال لك الشركة ما جابتش الاجهزة وعندها عربيتين قدام والاجهزه اللي موجوده لن تعطي الكواليتي المطلوب. النهارده بيثبت كلام احمد مجاهد انه صح، لان فعلا تسرعنا في ان احنا جبنا الفار ولكن بلا ادوات. النهارده الاهلي مظلوم، بكره الزمالك مظلوم، بعده الاسماعيلي. ولذلك انا بفكر اللي بيشتم النهارده لما تيجي تتظلم افتكر ان كان لسانك طويل وما كنتش متربي وكنت قذر وسافل وناقص ربايه وعلى الباغي تدور الدوائر. النهارده لما نيجي نتكلم على الظلم بشكل عام وعدم احترام الفار بشكل عام، واخد بالك انت ما تجيش تقول علشان خاطر الاهلي اتظلم انت بتقول كده، لا، والزمالك لو كان اتظلم كنا هنقول كده. وخلي بالك انت اللي بدأت اهو، خلي بالك انا بقول لك نرضى بالتحكيم بكل عيوبه، انت يا عيوطة اللي بتيجي تبكي ولما تيجي يحصل لك حاجة تقول بطولة حرام، بطولة حرام، انا مش عارف ايه، انا مش عارف ايه. المتعصبين يمتنعون، ليس لهم عندنا مكان وليس لهم لدينا اي قيمة. المتعصبون يمتنعون لانهم لا يستحقوا الا ضرب الاحذية. انا كده افضل العمل الردي بتاعكم ليوم الدين. انا مع الاحترام، مع الوسطية، مع انك انت ترضى بكل قرارات التحكيم. ايوة ننتقد التحكيم ولكن لا نهيل عليه التراب، ننتقده باشد الالفاظ غصب عن عين اي حد، ولكن ما نظلمش ونقول نقلب المركب باللي فيها ونولع في التحكيم كله. النهاردة اي حد ملون عايجي يقولك لا مش عارف ايه، لما تيجي تتظلم، لما تيجي تتظلم ما تجيش تقول ايه، ما تجيش تقول يا ويلي وتبكي زي العيال الصغيرة وتعملها على نفسك، واخد بالك انت. وانا اقول لك المصطلح فار وجيه كلت القطة،
فار وجيه كلت القطة. الأسبوع الرابع أسوأ أسبوع تحكيمي في الأربع أسابيع يا وجيه يا أحمد. كل الفرق بتشتكي، حكام مش عايز أقول ضمير ميت زي ما بيقول صديقنا الأستاذ محمد عزيز، لا، لأن مفيش حكم مش بيراعي ربنا ولا عايز يفشل، ولكن عايز أقول إن ليا كان عندنا تحكيم كويس في الأسبوع الأول والتاني والتالت، لماذا هذه الانتكاسة؟ وفي الاخر تقول لك ايه، الاهلي بيكسب بالحكام، الزمالك بيجاملوا الحكام، الاسماعيلي ذبحوا الحكام، انبي دمروا الحكام، تفرج عامر بيقول لك الحكم كان بيهرس سيراميكا، وهذا كلام عاري تماما من الصحه، لان الحكم ما فيش اي حاجه كانت في ماتش سموح او سيراميكا تستدعي ان صديقي فرج عامر يقول انه اتظلم. بالعكس، ده فريق سيراميكا كان افضل وكان متميز، والتويتات اللي كتبها كلها فرج بيه بخصوص حكم مباراه سيراميكا وسموحه كلها ظالمه وظلمت نادي سيراميكا والتحكيم. على فكره فرج بيه، فريق سيراميكا لو كان في حالته كان فاز بسهوله، ولكن حظ سموحه ان سيراميكا ما كانش في حالته، وان هيثم المدير الفني لهيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا ما كانش في حالته. يعني حتى لما جه فرج بعامر يقول التحكيم ظلمني كان كلامه غلط، هو اسبوع متلخبط كله ببعضه. سيراميكا لعب مباراه افضل من سموحه، وسيراميكا لو كان فايق كان فاز عن جداره واستحقاق، ولكن سأظل أدعم سيراميكا وأدافع عنهم لأني براهن عليهم وهم الحصان الأسود في هذه البطولة. فرج بعامر كتب تويتين في موضوع التحكيم، يعني أنا مش عارف هل سيتم معاقبته عليهم ولا هيمروا مر الكرام. خلينا أقرأ لكم بس، بما أننا فتحنا الموضوع بهذا الموضوع الساخن بتاع التحكيم أهو. أول حاجة فرج بعامر قال لك إيه، حد يفسر ماذا يريد أمير عمر في استاد الإسكندرية ده أثناء المباراة. دي أول حاجة كتبها فرج بعامر. تاني حاجة كتبها فرج بعامر، واخد بالك أنت، استمرار أمين عمر في أخطائه الساذجة والغير مبررة. برضه تويتة غريبة جدا. تالت حاجة كتبها فرج بعامر، واخد بالك انت، سموحه يلاعب سيراميكا في حمايه امين عمر. والله العظيم يا فرج بيه انا بحبك، ولكن لاول مره يخونك التعبير، لان امين عمر لم يظلم سموحه حتى لو كان مش كويس. هو التحكيم كله ما كانش كويس الاسبوع ده، ولكن امين عمر لم يظلم سموحه بالمره. بالعكس، انا بقول لك للمره المليون، سيراميكا كان في غير يومه. سيراميكا كان في غير يومه، سيراميكا لو فايق، سيراميكا كيلوباترا وهيثم شعبان كان موفق عادي. على فكرة في أيام كتيرة اللعيبة بتبقى أوت أوف مباراة، وفي أيام كتيرة المدرب بيكون أوت أوف مباراة. يعني أنا ألوم على الكابتن هيثم شعبان لوم الأخ لأخيه، إنه لما نزل ميسي ما كانش ينفع يسحبه بعد 10 دقايق، ولكن في نفس الوقت أنا عايز ألوم على الاستوديو التحليلي والكابتن وليد صلاح الدين نجم النادي الأهلي ونجم التحليل المصري، لأنه كان قاسي واتكلم بشكل غير محترم عن هيثم شعبان. يعني ممكن تنتقد الراجل بأدب، ولكن ما توصلش الإحساس للناس إنه لا يصلح. عيب، هيثم شعبان مدرب محترم ومدرب واحد، وسيراميكا نادي كبير، وأمين عمر لم يحمي سيراميكا ولم يتعادل مع سموحة، ولكن سموحة كان سيء وسيراميكا كان سيء. ولو كان سيراميكا في الميعاد بتاعه وفي المستوى بتاعه كان فاز بسهولة على نادي سموحة. كلمة حق أقولها، يعني حتى يا جماعة الناس يعني خلي بالك، حتى الناس اللي تعادلت وهي وحشة حملت التحكيم المسؤولية، واخد بالك. فللأسف الشديد يعني ان الاسبوع ده اسبوع غريب 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 غريب، أسوأ اسبوع للتحكيم والكل فيه مظلوم، ولكن لم يجامل امين عمر سيراميكا كيلوباترا، ولم يظلم امين عمر سموحة لانه كان سيء.
الآن للأهل هذا الأسبوع الذي حرم من الفوز وضرب الجزاء، ولا شغل الفوز لأن وارد كانت تضيع، ولكن حرم من ضرب الجزاء صحيحة وحرم من حقه في الوقت الضايع. ونفس الوضع الإنبي حرم من حقه في ضرب الجزاء. ولذلك كان صحح لكم المعايير، اوعوا حد يهاجم في موضوع الفار. احمد مجاهد بيحاول يصحح الدنيا البايظة في موضوع الفار، لان اكتشف ان للأسف الشديد الفار مفيش اجهزة مفيش امكانيات، عربيتين بايظين، دنيا زي الزفت، ازاي عايز فار عادل؟ دي كانت تصريحات لازم يتحقق فيها من وزارة الشباب والرياضة بصفتها مسؤولة عن الأمور المالية والتعاقدية. إزاي جبت شركة أسبانية وديتها ملايين، ولما جت لجنة ثلاثية اكتشفت إن اللجنة الخماسية ارتكبت جناية، إنها الأمور معيوبة. عارف يعني إيه الأمور معيوبة؟ يعني لا يمكن انك انت الاستاذ احمد المهندس احمد مجاهد يجي يفاجئنا يقول لك ازاي تاخد فلوس وما مضيتش العقد، ازاي تاخد فلوس والعربيتين قدام، ازاي تاخد فلوس وما جابتش باقي الاجهزه. يبقى قبل ما نتكلم عن الفار اللي زي الزفت والتحكيم اللي مش عارف يتفهم مع الفار، لازم نحقق في تصريحات الاستاذ احمد مجاهد، المهندس احمد مجاهد، لانه راجل جريء ومحترم وقال تصريحات قويه جدا. قال لك الشركه الاسبانيه لم تفي بتعهداتها وعندها عربيتين قدام والاجهزه لم تصل. مفيش حد في الاعلام فتح هذا الملف، مفيش حد في الاعلام المصري فتح هذا الملف خالص، مفيش حد اتكلم في هذا الملف نهائي، مفيش حد اتكلم في هذا الملف نهائي، لدرجة ان شفنا المهندس فرج عامر صديقنا العزيز بيتهم، وهذا اتهامه انا غير موافق عليه بالمرة واتهام باطل. وفي نفس الوقت الاهل يظلم ظلم بيان عيان في ضربة جزاء وفي وقت لم يحتسب ضائع، وان بيظلم بيانا عيانا جهارا. واخد بالك انت؟ طب اين العدل؟ العدل فين يا محكمة؟ أنا النهاردة وأنا بقول إنه أسوأ أسبوع للتحكيم المصري، بقول لازم التحقيق في التعاقد مع الشركة الأسبانية، وإزاي اكتشف رئيس اللجنة الثلاثية أحمد مجاهد هذا القصور في التعاقد والإجراءات والأجهزة. يعني فار معيوب، فار كلت القطة، فار كلت القطة، فار فضيحة. أيوة فار فضيحة، والله العظيم فار فضيحة. يعني أنا لم أرى هذا بالمرة. ده كلام مجمل عن التحكيم اللي هو أسوأ أسبوع ليه.